بالنسبة لدور الجامعة في خدمة المجتمع، احنا عندنا محاور كتير جدا الجامعة بتقوم بيها في خدمة المجتمع البحراوي بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة. أهم هذه المحاور عندنا مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. منذ البدء في هذه المبادرة الكريمة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجامعة دمنهور بتشارك في مبادرة حياة كريمة منذ تفعيلها والبدء فيها منذ أكثر من سنتين. ومبادرة حياة كريمة الجامعة بتشارك فيها من خلال القوافل اللي بتقوم لخدمة مراكز وقرى محافظة البحيرة، سواء بالتعاون مع محافظة البحيرة من خلال القرى والمراكز الرئيسية اللي فخامة الرئيس أمر بيها ومخصصة في هذه المبادرة لمحافظة البحيرة، لأن محافظة البحيرة عشان هي محافظة كبيرة، فمنذ بداية مبادرة الحياة الكريمة محافظة البحيرة هي من ضمن المحافظات اللي تخصص لها أكثر من مركز بخلاف باقي المحافظات لأهمية محافظة البحيرة كمساحة ومن حيث عدد السكان. حتى في المبادرة الثانية أو في المرحلة الثانية من مبادرة الحياة الكريمة، طبعا فخامة الرئيس أمر بزيادة عدد المراكز اللي تم خدمتها في مبادرة الحياة الكريمة محافظة البحيرة. منذ المرحلة الأولى وجامعة دمنهور بتشارك في هذه المبادرة من خلال القوافل اللي تقوم بها جامعة دمنهور، سواء كان كجامعة مستقلة أو من خلال التعاون مع محافظة البحيرة. وكنا بدأناها مع معالي اللواء أركان حرب هشام أمنة لما كان في ذات الوقت محافظ البحيرة قبل ما سيادته طبعا يبقى وزير التنمية المحلية. احنا هذه القوافل اللي احنا بالتعاون مع المحافظة وبتجوب كل قرى مراكز محافظة البحيرة بتغطي جافة الجوانب. احنا عارفين كلنا ونعلم جيدا ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاتفاقيات الدولية ومن خلال توجيهات سيادته وتعليماته، احنا عندنا في مصر في بعض المحافظات بتعاني من ارتفاع نسبة الأمومية. أيوة. وإحنا عارفين إن في بعض المحافظات بطبيعتها محافظات زراعية. وبالتالي نسبة الأمومية بتبقى في بعض المحافظات مرتفعة. إحنا عندنا محافظة البحيرة من ضمن المحافظات اللي نسبة الأمومية مرتفعة بالمقارنة بمحافظة زي محافظة القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية أو المنوفية. وبالتالي كان اهتمام فخامته بمبادرة محو الأمية وإن الجامعات تشارك في محو الأمية من خلال دورها ودور أبنائنا في الكليات، وخاصة الكليات اللي هي التربوية زي كلية التربية على الأساس وبعد وكلية الأدب وباقي الكليات. فإحنا في ضوء هذه المبادرة تشكرت لجنة عليا لمبادرة محو الأمية برئاسة طبعا معالي الوزير السابق الأستاذ الدكتور الهلال الشربيني، وزير التربية والتعليم الفني السابق وأستاذ التربية طبعا وقامة علمية من القامات العلمية الكبيرة. هذه اللجنة العليا للمبادرة محو الأمية طبعا بالاتفاق مع الجامعات لأنها فيها ممثل في هذه المبادرة ومع اللجنة من كل الجامعة، بدأنا نحط الإطار اللي كيفية القيام بدور الكليات داخل الجامعات المختصة وباقي الكليات الجامعات في محو أمية أبنائنا أبناء المواطنين المحافظات دي من خلال تحديد عدد من الطلاب، أسف تحديد عدد من المواطنين يقوم الطالب بمحو أميتهم قبل التخرج زي كلية التربية كانت هي الأساس أول ما بدأنا كلية التربية، وفعلا استطاعت كليات الجامعة وعلى الأخص كلية التربية والأداب في جامعة دمنهور إنها تقدر تساهم في هذه القضية الجوهرية. في برضك عندنا دور مهم جدا بتقوم به الجامعة في خدمة المجتمع، عندنا مبادرة مودة 100 مليون مودة ورحمة وبهية وغيره من المبادرات القومية اللي الجامعة من خلال كلياتها بتساهم فيها. دور الجامعة لا ينصب أو لا يقتصر فقط على هذه المبادرات القومية اللي الدولة أصدرتها في ضوء توجهات فخامة الرئيس وبتساهم فيها كليات الجامعة، لا ده احنا كمان دورنا كجامعة وككليات
كأحد الأدوار الرئيسية في قطاع الجامعة وقطاع الكليات، وهي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فده الجانب الآخر اللي بتساهم فيه كليات والجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كل كلية من كليات الجامعة أو الجامعة لها دور ولها خطة سنوية بتقوم بها في خلال خدمة المجتمع. احنا في 2018 فخامة الرئيس أصدر قانون رقم 10، وهو قانون الخاص بالاهتمام بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. منذ أصدار فخامته في 2018 قانون 10 اللي هو قانون الخاص بأبنائنا طلبة ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، واحنا بدأنا كقطاع من إحدى قطاعات الدولة اللي هي الجامعات المصرية من خلال وزارة التعليم العالي الاهتمام بأبنائنا طلبة ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. ثم في 2019 والسنوات التالية لها بدأت وزارة التعليم العالي ومن خلال الجامعات الاشتراك في هذه الأنشطة الخاصة بخدمة أبنائنا ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات. كان في عمارتين الجامعة اشتريتهم من المحافظة في على مدخل حوش عيسى عندنا هنا 48 شقة بهدف تفعيلها وتجهيزها لتكون نواة لمدينة جامعية للطالبات. أنا أول ما جيت بدأتها من فترة وبدأت مع الزملاء، وحاليا دلوقتي أنا بجهز هذه الشقة اللي هي 48 في مدخل حوش عيسى اللي هي العمارتين اللي احنا أخذينهم من المحافظة. ودي أول مرة أقولها لحضرتك عليها. أنا اخترت البداية كويس في هذه الشقة أو كمدينة للطالبات. أنا اخترت الأدوار الأولى وبدأت فعلا بتجهيزها من الجهود الذاتية، وحضرتك موجودة معايا دلوقتي معايا لتكون نواة لمدينة سكنية للطالبات من ذوي الهمم وذوي الإعاقات.